السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شباب، معكم قناة برو 88 ورجناكم مقطع جديد في لعبة Red Dead Redemption 2 أونلاين. طبعا اخواني هالمرة راح يكون اجلتش مختلف، اللي هو كيف تجيب اللباس المدرع الاسطوري اللي تشوفه امامك بالضبط. طبعا هذا اللباس تجيبه عن طريق مهمة معينة، وهذه المهمة موجودة عند اي لاعب ان كان قديم او جديد، ويضبط الجلتش على بلايستيشن 4 و 5 ويضبط على الاكس بوكس. طبعا اشكر اللي هو صديقي دارودو اللي هو اكتشف هذا الجلتش، صديقي الامريكي، نشكره وراح اخلي رابط قناته في الوصف تحت لانه يستحق اللي هو هذا التعب اللي تعب فيه واكتشف هذا الجلتش. تمام يا جماعة، يلا نبتدي بخطوات الجلتش ونقول بسم الله. بداية كل اللي عليك تضغط اوبشن، من ثم تروح على هذا الخيار اللي راح يكون رقم 4، تضغط عليه اكس بشكل طبيعي، من ثم راح يودونك على هذه الصفحة، تضغط على الصورة اللي فيها ثلاث اشخاص اكس، من ثم ايضا راح تضغط على اول صورة على جهة اليسار اكس، من ثم راح يودونك على هذه قائمة المهمات، تعلق مربع على هذه المهمة بالضبط اللي راح نسوي عليها الجلتش، هذه المهمة بالضبط، راح يودونك على هذه القائمة. كل اللي عليك اذا كنت مع اصدقائك تعلق اكس، واذا كنت لحالك تعلق مربع. بعدين راح يودونك على هي القائمة اللي تشوفها امامك بالضبط اللي هي هذه القائمة. كل اللي عليك انك تضغط مثلث اذا كنت مع اصدقائك وتبتدون المهمة بشكل طبيعي. بعدين راح يودونك اللي هو على العرض السينمائي اللي تشوفه امامك بالضبط. راح يخلص العرض السينمائي ونرجع لكم على طول. بعد ما يخلص العرض السينمائي، الآن راح يكون عليك الخطوات القليلة أنك تتجه عند المتجر اللي موجود في منطقة أرمدلو، تكون قبل صديقك اللي يوصل عند المهمة، تتفق أنت وصديقك تقول له يخفف السرعة لما توصل أنت عند المتجر بالضبط اللي تشوفه أمامك في هذه المنطقة أرمدلو. بعد ما توصل عند هذه المنطقة، كل اللي عليك أنك تتجه عند غرفة الملابس اللي تشوفها أمامك، تعلق على مربع وتدخل الغرفة بشكل طبيعي، ومن ثم كل اللي عليك تروح على الخيار اللي هو حق القبعات، تضغط عليه اكس بشكل عادي، ومن ثم كل اللي عليك انك تشيل القبعة عن لاعبك. بعدين كل اللي عليك انك تضغط R3 وتوقف عند قائمة الكيبورد اللي تشوفه امامك بالضبط، قائمة الكيبورد اللي هي الكتابة حق انك تحفظ الملابس، وتوقف على كلمة تم، كلمة تم الضروري توقف عندها. راح نطبق خطوات جلتش الآن، بس يطلع لك هذا العرض السينمائي. الآن كل اللي عليك انك تضغط على كلمة تم بس تشوف العرض السينمائي على طول. مثل لاحظتوا الآن انا بس شفت العرض السينمائي على طول ضغطت على كلمة تم اني احفظ الملابس، والآن راح يخلص اللي هو العرض السينمائي، راح نلاحظ اني راح ارسبن بهذا اللباس المدرع. ومثل ما تلاحظون رسبنا عند المتجر اللي عند غرفة تبديل الملابس. إذا رسبناك عند غرفة تبديل الملابس أو داخل المحل، يعني الجلتش ضابط معاك 100%. وإذا رسبناك عند المهمة، كل اللي عليك أنك لازم ترجع تعيد الجلتش مرة ثانية. الآن راح تضغط سهم يسار وتطلع من المهمة بشكل طبيعي. بعد ما تطلع من المهمة راح يختفي ملابسك وتقول لي يا برو طيب الملابس اختفت. كل اللي عليك أنك تصفر لحصانك، وراح تلاحظ ان الملابس موجودة على ظهر احصانك. الان كل اللي عليك انك تبدل بالقائمة وتبدل بين الملابس، وراح تلاحظ ان الملابس اللي حفظته موجودة على ظهر احصانك، مثل ما تلاحظ بوم تلاحظ امامك بالضبط اللي هو اللباس المدرع. طبعا سيئات الجلتش انك لما لاعبك يموت راح يختفي اللباس، بس يختفي اللباس كل اللي عليك انك تنادي حصانك، راح تلاحظ ان اللباس موجود على ظهر حصانك او في الشنطة اللي موجودة عند حصانك. والشيء الثاني، اذا بدلت سيرفر، اذا رحت على كلمة فري روم، اذا بدلت السيرفر كامل راح يختفي عليك الملابس. يعني هذا الجلتش للمتعة فقط. تمام يا جماعة، انا انتهي من هذا المقطع، اتمنى اني ما طولت عليكم بالشرح، واتمنى ان شرحي واضح. ولا تنسونا يا اخوان من الدعم، ومثل ما قلنا اللي حاب يسوي لي لايك اهلا وسهلا، واللي مو حاب يسوي لي لايك تشرفت فيك في متابعة المقطع حقي. شكرا لكم على الدعم، كان معاكم اخوكم يوسف من قناة برو 88، ومع السلامة. Peace.